بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال الحديث متواصل في موضوع نشأة وادي ميزاب، وإن كان قبل أن نلج الموضوع قبل غنت في الموضوع ويوال في وادي ميزاب، لابد أن نقضع بالسي إلى صدر التاريخ بالنسبة للجزائر قبل وادي ميزاب، وبالنسبة للمغرب العربي عامة قبل الجزائر خاصة. وطبعا يتقدم لغيلة في الدروس الماضية أول في البربر الأمازيغ، ومن هم ومن أين أتوا؟ ديد منين اثنين البربر؟ اسماني الدوسي. طبعا شجرة النسب إلا المتفق عليها من طرف كل المؤرخين والكتاب وأصحاب العلم وأهل العلم، كلهم اتفقوا على أن البربر الأمازيغ هم أبناء بربر، ابن تملى، ابن مازيغ، ابن كنعان، ابن حام، ابن نوح عليه السلام. أنتو الشجر متوضع لسيدنا نوح عليه السلام. طبعا البربر سأغن سول سمان الدوسين، وسيند آسيا، وسيند من أرض الشام. أرض الشام بطبيعة الحال الشام الحقيقي انتانت سوريا يمارو، وإن كان يضاف إليه لبنان الحالي، لبنان الحالي وشيء من الأردن في قديم الزمان. إذا انتقل البربر من الشام إلى العاشنديس مدة طويلة مع إتمدنسن وبني عمومتهم، إلا الألصنصن كلهم يجور إلى كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. سيأتينا التفصيل عن هذا فيما سيأتي إن شاء الله. وعليه بعد وقع جرس قد فتنة سرى الحروب كذا إلى آخره، شمرني إمانسن أو من بربر بن تملى بن مزيغ، وسند إلى أرض مصر، ومن أرض مصر إلى أرض المغرب. واستقرارهم بعد الدوسين إلى أرض المغرب، سغنيني أرض المغرب أن نبدأ سي الأسكندرية المحيط الأطلنطيق، وكله أرض المغرب في الخريطة القديمة لانسيان كارتا ينضموني. سين عمر قاع هذه الربوع وانت مرتو قاع عمر اثنين تغفار غلجي سولات حد وسين عمر استقر نديس مانت التاريخ. طبعا هنالك من المؤرخين أديني قبل التاريخ، وهنالك من يقول أديني في بداية العصر الحجري، إلا وسيقار قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. إذن التاريخ قديم جدا. أسان البربر إلى أرض المغرب قديم وقديم وقديم جدا. إذا جئنا أن نفهم البربر ديد ملايين، طبعا أو البربر بن تملى بن مزيغ اثنين ينقسمون إلى قسمين. سل عراش ديز عليك العرش مزوار عند العرش البرانس، والعرش فويتسن عند العرش البطر، لأن أبناء البرانس وأبناء البطر يعني طاروان عمي بعضهم بعض، لأن برانس ومدى غيس اللي تسمى البطر واللي دزوار تسمى البطر، إن ندوة دقلن كلهم إلى أبيهم بربر بن تملى بن مازيغ مشي في كريمة الشجرة النسب آل سيدنا نوح. إذن ينقسمون إلى عرشين أساسيين سن العرش دو جراند فراكسيون. البرانس طروا برنس إن برانس، والبتر طروا والبتر بتر موني البتر إزامبوتي طروا إن أبناء مداغيس الملقب بالأبتر. وينقسم البرانس إلى قبائل، شي طروا برانس أتنقسم يسون ديفيزي لبعض لي تريبو بربرية أو لي تريبو بربر ديس هوارة. هوارة ماشي اللي تسمى الجزائر تسمى الهواري نسبة إلى هوارة. كتامة زواوة عند أرض زواوة عند القبائل المعروفة.
صنهاجة وأوربا ومصمودة أنتلو لتريبول أساسيين اللي استقر عليهم التاريخ. كذلك طروان البطر طروان مدغيس كذلك تقسم التعشيرين ديسلواتا ديس نفوسة نفوسة يعني معروفة نفوسة الجبل جبل النفوس ماشي تسمى ناسيمارو يعني لو سود ليبيا ونفزاوة ومزاتا وزناتا مش هاد عقل دا وحدي كلمة زناتا زناتا نشنين أتمزاب ندقل غالفرع زناتا المارت نوضح في مسايتي ومن بعد التسلمايا ومن بعد التس مكناسة مكناسة جيت نتيارد قاع المكناسي وناس مكناسية وكذا إلى آخره. وكل قبيلة من هذه القبائل تتفرع إلى عشائر. خزرتي مارو شجرة النسب بربر بن تملة ابن مزيغ ابن كنعان ابن حام بن نوح عليه السلام توت الشجرة. ومن بعد الدسنس الفروع الفرع أن البرانس ده الفرع البطر الفرع البرانس لكن أنا أذكر مارو عند هوارة كتامة زواوة صنهاجة أوربا ومصمودة أدى سيمارو الفرع البتر أدى سيمارو لواتا ونفوزة نفوسة ونفزاوة ولمايا وما ومكناسة ومزاتة وزلاتا إننو أو العرسو أدي كمل دخ أدي تفرع غلتي قبيلين غلتي عشيرين تذنتين التي نحن منها. وكل هذا يعني القبائل والعشائر والعائلات والأسر لفامي كلهم هم سكان المغرب الأصيليين أنا أقل دوحتي المغرب الأصيليين إلا الجدود نسن يستكشفوا بلاد المغرب وعمروها وسكنوها وقاموا بها أحسن قيام واستقروا فيها يعني الاستقرار الكلي إلى يوم الناس هذا. طبعا بتيزدق نحدد سولة ديني أو البربر بتاتو عبدا بكري يا هل تارتو سنن ربي ناول سنن ربي نعبدا ماشي لك أنا نعزم يعني ليستوار لي بابل لي زانسيان بابل بتاتو نعبدا تو نعبد ربي سبحانه وتعالى نغرسل دي زيدون البربر كيف كيف انتنين لي زانسيان بابل كيف كيف كانوا يعبدون الأصنام يعبدون لستاتيو الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون لبلانات الكواكب ويعبدون الحيوانات لزانيمو إلى آخره عندين إنو أدقم باش كدتفن في الديانة الإسلامية ولتيفن الديانة الإسلامية على خطر وتسينن أدياس الفتح الإسلامي الجيوش الإسلامية بقيادة سيدنا عقبة بن نافع الصحابي المشهور سيدنا عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه إلا أن يسد بشكدين شر الإسلام سي العربي يعني الجزيرة العربية آل المغرب العربي بأكمله ينشر ديس الإسلام سيدنا عقبة مع المسلمين والبربر إلا لقنا سي ليبيا سن معاس مع تونس سن معاس آل الجزائر آل المغرب إلى آخره اعتنق البربر الديانة الإسلامية بتي حد يسول قال البربر ماشي توت عشان تغرسني النظام نغلش غرس النظام اسي طبعا لو جيت قلمي الدنيا الا تشند مسن الحياه الا كما اتفق وكونترير ديك قلمي الدنيا الا منظمين ديك قلمي الدنيا الا مرتبين ديك حد الا ني وين دمع سن اون سيرتان سيفيليزاسيون سي تورن في ارض الشام الى اخره لو جيت قلمي الدنيا لها ماج خاطي ابدا يجي ديك ان شغل لي بيغمين راه وسيله يتعشى مسنا ان الامازوني الى اخره لا 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 البربر ديك ميدن الا عاشر الفينيقيين عاشر كذلك فيما قبل الاغريقيين عاشر في الشام عاشر مع الازازياتيك عاشر مع الامم الراقيه اسندمروا الى بلاد المغرب وهم قوم متحضرون. البربر بطبيعه الحال ديك ميدن الا عاشر شرا يعاش مس لابلان شرا يعاش مس ليمونطان ليمونطانيار شرا يعاش رحالين سمشان غلومشان دي فواياجور سمشان غلومشان الى اخره. طبعا هذه سنه الله في خلقه دي قلمي دن الى الان ساير مدن يعني تكيفا ساير الحياه حد يعاش في الجبال حد يعاش في السهول حد يعاش كذلك في الصحراء
حد يعيش ديما متنقل جرداني الديني. البربر غرس النظام الاجتماعي سياسي ديمقراطي يتنظم سن الشؤون سن الحياة، غرس الرئيس منتخب انتخابا حرا، لوجيس الرئيس سن يتوفر الضفر الغفص نتخاتي أجل ديزيليكسيون ومن بعد أدن تخبن في قن الرئيس إلى لدي لقسيس. طبعا المجموعة من القبائل إلى غرس كل قن حد يتمثل قد تقبيل قد تأشيرت غل المجلس الشوري المجلس العام ماشي إلى غرنا شنين المجلس الأعيان نغل المجلس الأزابل تمثال قاع ستعشيرين تعشيرين تمدين كلهم حتى في مديس الأعضاء الأزابل ستعشيرين كلها حتى في كذلك الأعضاء ستعشيرين كلها غل العيان. وهذا النظام متوارد يعني لوجي دجين ذات مزار وني ورتنت الجدود نسم البربر الأمازيغ. البربر الأمازيغ تغرسنا النظام النظام الشوري ما يوقع القشرة أجنق المجلس ماشي إلى سائر الأمم المنظمة المتحضرة أدري حن مع بعضهم بعض أدرنين أتصمون قزل في ما يخص شؤونهم الاجتماعية شؤونهم الاجتماعية. ويعتمد المجلس الشوري على كبار القوم في مسائل الحل والعقد بطبيعة الحال ميلا قتغاوسي قل الأمر يهدف قل تتشر قل النظام خصت تجي اجتماعي قل نبناي قل الحقول قل المزارع قل تفريق الومان إلى آخره كله يدقل تغليز على كمسن يدباب من الرأي يدباب المشورة يدباب الفكر يدباب العقل الحكمة مشي نقامشني. أما مسألة الدفاع توني تقول غل الشباب خطر الشباب كلهم يعني البربر لو جيت قل ميدني لنا غي قيم داك دمارو خاطي فلاحين خدامين بنائين كذلك مدربين على شؤون الحرب خاطر تدافع عن في منسل. اذا شؤون الحرب لارمين سن ديك لارمي لان بوبولار ماشي نقرشين يقوم بها المكاريس الشباب الشباب اثنين تقوم انسومون يدوم النظام البربري الامازيغي لمدة 194 عام قرن 94 عام من 46 إلى 240 قبل الميلاد قبل ميلاد المسيح. نظام سن منظم ريقل لبس عليهم الآخر إما أدي عاد نظام الدشور إما أدي عاد نظام التمدينين إما أدي عاد نظام تقبيلين إذا عاشنت يعني البعض نتمورا شرادة 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 بصح ديك الميدان إلى المنظمين متحدين جيني الفيدراليات مع بعضهم بعض متحدين منظمين في حكمهم وفي نظامهم الدستوري الإداري. ولكن الأمر ربي تبارك وتعالى ساعة ساعة هدفن في البعض نيتشرا بتيد هدفن في البربر طبعا يساسن دون مستعمر يعني استعمرهم دخلاء جانب دي زترانجي على سوسيتي بربا وسينا سنة 70 من مدنو دي المناي وسينا سنة دي فينيسيا الفينيقية وسين تزد من غفصن دي روما الرومان وسين تزد من غفصن دي بوندال الواندال ثم بعد ذلك البيزنطيين للبيزنطان. والبربر بطبيعة الحال كمل بين السيسل الوسائل الحضارية باسكو ديجلدين لا سيفيليزي يعني ان لي فينيسيان ان لي رومان ان لي فوندال ان لي فوندال جار بالسيد يغلب وانما سغنيني لي فينيسيان اني لي رومان أنني لبيزنطان دي قلني ديني لسيفيليزي لسيفيليزاسيون رومان كلكم تسنب تعزم غفص التاريخ إلى آخره دبين غفص. ولكن يا هل ترى أو المدنو سين باش كادم قسم المعاسن أتزون المعاسن الحياة الاجتماعية والحياة السياسية وهذه أرى هذه الأرض نغو سين بدعوة أتنسيسن ومن بعد ذات في الغفص أتنستعمل. طبعا المدنو غرسن أفكار من وراء ذلك باش كتبين طامور تنسن باش كتستحوذ نغفسن إلى آخره. البربر ديك الميدان لوجي جهلاء ديك الميدان إلى عقلاء ماذا بهم يقن حدا الدياسة دي عاش ماشي عاسن اثنين معايش المعاس أين اللي نتسمى يسنشين السوء التعايش سلمي الدياسة دي عاش معاسن مرحبا وسهلا ما في حتى مشكل يعني المولى ومن في محيط يعني عائلي ديمقراطي شعبي وئامي إلى آخره بالصح بتا يزداد يحرك دي حركي ماس باش كديات باش كاس نستعمر ان غادي لي نجتبجني وين سن ابونا نسن البربر والقبل نمولي
لن مدن إلى النزهة، مدن إلى الشرفاء، مدن إلى غرس الكرم تنسن إلى آخره، وهذا سيأتينا إن شاء الله. البربر بطبيعة الحال ماشي ننطرو كون الإمارات نسن، كون النظام نسن في بلاد المغرب، وكل هذه الأنظمة الفيدرالية كلها متحدة يدير هذه الإمارات، يعني نظام نسن السجورات إما ديال الأمير ولا ديال الحاكم، ولكن بعد يتطور الأحوال نسن، وفين لابد أجني ديال الملك ماشي نقرنشين أروان هذه تحكم لا رويوتين بريزيدون لا ريبوبليك اثنين تفيزان وجان بريزيدون لا ريبوبليك باسكو النظام نسن شي شوري ديمقراطي جمهوري سي دي ريبوبليكان اثنين. تعزما في التاريخ ربما البعض نسباون أو نفكر غيمارو على سبيل المثال لوجي على سبيل الحصر سي الملوك اللي لان مشهورين غل بربر ألف فارمينا بن سيفاكوس وني مشهور معه كذلك ناريفاس أموني الكتامي من قبيلة كتامة البربرية ويتولد عن فارناس وني فارفاس فارماس فارناس قاع اسمه موجودين يتولد عنه القائد المشهور ماسينيسا ماسينيسا تقنس ماسينيسا بن غولة ببستانس غولة ابن ناريفاس الكتامي بعدس الدياس جيغيرتا وكلكم يعزف جيغيرتا يغورتا بنو من ساتغايل لموني من ساتغايل من ساتبعد إلى آخره ووني من ميس ماسينيسا ووني ماسينيسا يغورتا وماسينيسا حارب الرومان طردنتن سيلان عولا باش كتستعمر الأرض المغربية البربرية الأمازيغية وكانت حرب كبيرة جدا. ثم بعد ذلك كلكم تقرؤون على أيوب يوبا الأول ويوبا الثاني الدول المشهورة في بداية صدر الحياة الأمازيغية البربرية إلى زدمن في المغرب بلاد المغرب كلها اللي قرأهم يعني بلاد المغرب تبدأ سلا ألكسندري المراكش يعني لوجي غير الألجيري الألجيري ما رز الناس واحد أتنخير واحد لكن نتوجد الأرضية إلا كان نبنى غفص أول نغيمارو فواد مزار دات مزار للحضارة الميزابية عامة. الدولة الأولى إلا أن تسد إلى أرض المغرب الدولة الفينيقية الفينيسية إنه كذلك أسد من الشام وأصلهم ساميون من ولد كنعان تملقان مع العرب الجدقن الفينيقيين تملقان مع العرب في جدهم كنعان وكذلك نشنين تملقى مع العرب جدنا غدقن خاطر السلالة التالية لسيدنا نوح بابنا غدقن بابنا سيدنا نوح يعني بعد الطوفان وأصلهم من الفينيسيا ساميون من ولد كنعان بن عمليق بن لاود بن سام بن نوح شهد نشنين بن حام اثنين بن سام وإنما الجد الأعلى الزوار أن سيدنا نوح. دولة الفينيقيين بعد وسين إلى أرض المغرب المغرب عاشن مع البربر وحاولوا الاستيلاء وكونوا دولة وتهم بالتي يحسن من بعد بسي كأنه كونني ما استقدر الغفص المشي نقارن شنين كون دولة في أرض المغرب الدوم 668 سنة يعني سيسيك 68 سنة من 146 قبل الميلاد إلى سنة 814 قبل الميلاد دائما أفون جيزو كريم. بعد أس تشند البربر زعكن لفينيسيا أسن داكن لروما غي وحدة ولن اثنين قصد التجارة وقصد العمل وقصد كذا إلى آخره فإذا بها لروما دخل هادو تنتي خامين سن يبدأ بالنان سن يعني العمر شأن الدخيل ديما يتاج دقل للودان بعد الديس بشأن التجارة والتعامل والمعاملة إلى آخره ومن بعد يستحوذ ومن بعد يحوس يكون هو الرئيس هو الكبير هو اللي يسير تسيرني أنا أبو لبلاد كيف أنا نسيرك ولا أنت تسيري أنت دخلت علي ولا أنا دخلت عليك. إذن الدولة الرومانية هذه جاءت من إيطاليا الرومان أصلهم إيطاليون
بالكلمة الآن، وإنما بكريتو قال لروما بالنسبة لتمدينة نسن إلى العاصمة نسن روما. بعد ما أنشأوا الرومان دولة نسن ل 21 أبريل سنة 754 قبل جيزو كري، قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأنشأوا دولة وأنشأوا عاصمة عاصمتهم روما إلى المشهورين، نسبوا إلى روما فصاروا لروما. طبعا لما جاءوا إلى الجزائر ولجأوا إلى بلاد المغرب واستقر بهم الحال ووقع التعايش وعدم التعايش والنفران والنكران، ووقعت حروب ووقعت قلاقل ووقعت فتن إلى آخره. يعني الموضوع داج درالو كان السديس خلنا يغلب بالتغنى حكا، ولكن أنني منشي دوم دولة ليروما أمس المغرب. دولة ليروما دوم قرنين وربعة وثمانين عام، قرنين دوسيك وربعة وثمانين عام في أرض المغرب، بداية من 146 قبل الميلاد إلى 430 ميلادية، سي قبل الميلاد البعد الميلاد. بعد اسم التس لطا فوندال لي فونداليست أدسن فوندال دي قرمي الدني لان سلالة نقوط وسلالة نقوط نتني جرمانيين، ربما سلالة مدني لان في ديسنا داني فرنسا أن بتس قال لان أن ليزالمون غير هاي الأخرين وأصلا سن جرمانيين. إن إنه وطن سلنور لوروب وطن الأندلسي الإسباني لنيمارو، ومن بعد حاولوا مش كده سأدات فن عن طريق البحر، أخطر استعملوا لنشين من طريق تجارية مش كده فن عن طريق البحر الأبيض المتوسط لمير ميديتراني أدات في نيمارو غل الرومان مكافحة دعاون البربر في مكافحة الرومان باش كتسقر من الدين. ولكن توقعت ثورات فيما بينهم وتعاونوا البربر معهم، ثم بعد ذلك وسن اثنين بقيادة جنسريق، وكان جنسريق حكيم جدا يعاش مع البربر معايشة سلمية طبيعية يعاش مع سن، ولكن بعد موت القائد الأعلى للقوات ليفاندال يضرب بالسيل حال، فإذا به وقعت حروب وقام البربر لمطاردتهم من جديد. عن طارد دي جار لكل حال يوجد موضوع ساسو. ثم بعد ذلك تولدت لما عجزت روما صبح يمارو الامبير روما يعاد يضعف، يتولد سيسي قنوربي بدرزان، فإذا به فرند لبيزانتا ديناتيا في أرض الشرق. أما لروما طفل الجانب الجنوبي لابارتي إلا روما تسمان لطالي ألا سيسي إذا اثنين ألين لجنة لبيزانتين أزوان ألا كونستانتينوبل كونستانتينوبل إلا نيمارو دي اسطنبول كون نديس كذلك دولة نسن. البيزنطيين اثنين في الحقيقة يقول المؤرخون دي كل امتداد من الرومان، يعني ليش قل الفرق ولا الاختلاف، إلا أنهم اختلفوا في بعض من الفكرات الدينية الدينية على خطر على ذلكم الديانة المسيحية مقسمة إلى مذاهب الأرثوذكسي ثم بعد ذلك الكاثوليك البروتستانت إلى آخره، ووقعت حروب وسوء تفاهم، فإذا به يفض الأمبراطور أوغست يجبد يمانس غل النار يزوى وكون كونستانتينوبل العاصمة إلى الأسو تدول إسطنبول، وسماها محمد الفاتح، واني لاني نشاد الدولة العثمانية الخلافة العثمانية الإسلامية يسميها إسلام مقول معناه بلاد السلام، ومن بعد تحول إلى إسطنبول كونستانتينوب، ومن بعد تعول تسمى إسلام مقول إسلام مقول يعني دار السلام لا ميزون دو لا بي. ماشي كذلك باللغة العبرية لو كان نشرح كلمة جيروزاليم أورشليم، أورشليم هي دار السلام، أور أن دار شليم سلام، ماشي قرن شالوم السمودان قرن شالوم إلى آخره، يعني معروفة مول. ومن بعد تسمى بعد إسلام أبول تسمى إسطنبول، ماشي لا تسمى نسمان أن تنيد العاصمتنا لبيزانتا. العهد البيزنطي بالمغرب ولم يستمر كثيرا قرن 13 عام،
بداية من 543 ولا 34 ميلادية آل 647 ميلادية. بعد كل هذا بعدين البربر زعكن قاع أو الميدن ولا نمسين تسو صغار زعكن كم سنسيس نطبر وفحولة الحق والله يفحولة يعني دق الميدني لا غرس الشهامة غرس الكرامة شجعانين لبس عليهم. يعجبني الشيخ محمد علي دبوز رحمة الله عليه يوصف البربري قال الوصف يعني جميل جدا يعني للشجاعة تنسند النظام تنسند الغير تنسند طروة تنسند العائلة تنسند سدنان تنسند الغير تنسدنان في الدولة تنسند ولا تيزنان تغنت كفاح انت معاير جازن في الميدان بدت فغني الميدان تحافظ انت استمدينت إلى آخره يعني قال كفاح مرير. ثم بعد ذلك يسد الفتح الإسلامي فاعتنق الإسلام يعني معظمهم كلهم اعتنق الإسلام. الفتح الإسلامي يسد سنة 646 ميلادية بعد رحل نقاع البيزنطين يعني قرن 14 عام يزد الفتح الإسلامي. من بعد الفتح الإسلامي بعد 130 عام من الفتح الإسلامي توزد الدولة الرسطومية. ومن بعد اكتبر بالعالمين الدولة الرسطومية إلا انتعاش 136 أو 130 عام على التقدير يعني قرن ونص تقريبا تأس الدولة الفاطمية. كذلك الدولة الفاطمية والتعاش غلب. ثم بعد ذلك توزد الدولة الزيرية تعاش 62 عام في أرض البربر. ثم بعد ذلك الدولة الحمادية إلى توسد سنة 1003 ميلادية 31 عام تأس الحملة الهلالية أبريز دي هلال شهورة سنة 1050 تقريب سغب الناس لابريز دي لال داني أنف تسد 1050 دل نشأة نواض مزاب أديس حوالي ميل دوز دونك لان الحومات نقن التاريخ دقن تقريبا يعني نشأة نواض مزاب. وسيأتي لنا هذا الكلام للهلاليين والعاشن يغلب 47 عام برك. ثم بعد ذلك تسد الدولة الموحدية إلى أن تعاش 100 عامين. ثم بعد ذلك دولة بني عبد الواد 78 عام، دولة بني زيان 7 سنين برك، دولة بني مرين يعني قرن 56. ومن بعد الخلافة التركية بعد الخلافة التركية كلكم اللي يسن تاريخ إن الأتراك ماشي جين وسين مع باب الروج غير أسيل أخيري خير الدين إلا على كل حال أت في الجزائر عاونت في مكافحة الأسبان إلى أخيري. وربما سيأتينا الحديث عنه فيما بعد لما نتعرض إلى مدافعة الجزائر والشطوط الجزائرية من طرف بني ميزاب إلى المدافع في الوطن سن العام يجي الوطن الخاص إلى أخيري. هذا سيأتينا الكلام عليه في الدولة الخلافية ودولة الدايات إلى أخيري. ثم بعد ذلك أدياس الاستعمار الفرنسي من الاحتلال الفرنسي عام 1830 إلى أن يستمر 150 سنة. ثم بعد ذلك أتس ثورة الأمير عبد القادر. بعد ثورة الأمير عبد القادر أتس ثورة لالة فاطمة سمر كذلك تونيز المجاهدة على كل حال بربرية مشهورة. ثم بعد ذلك أتس ولاد سيد الشيخ إلى أن كذلك ثورة أدس قاعد ضد الاستعمار الفرنسي. وبعد ديس الشيخ حداد ديس المقراني إلى مكافحة على كل حال الاحتلال الفرنسي مكافحة كبيرة. ثم بعد ذلك أدس الواقعة الانتفاضة 8 مايو سنة 45 ومن بعد أدس الثورة الجزائرية سنة 1654 ومن بعد ديس استقلال الجزائر سنة 1962. أنتيني نول المراحل إلا قد عنت في الجزائر قد عنت في المغرب العربي بصفة عامة وهذه الأرضية التي نبني عليها كلامنا التي سيأتي إن شاء الله. هنالك ملاحظات. الملاحظة الأولى ما بين الفتح العربي الإسلامي ونشأة الدولة الرسطومية 130 عام سي وقت الدوس سيدنا عقبة بن نافع الفيري ينشر الإسلام في أرض المغرب آل توانشاد الدولة الرسطومية 130 عام قرن 30 عام يعني فترة لوجي تبزل تزالك. ثم بعد ذلك ما بين الدولة الرسطومية والاحتلال الفرنسي إلا ديس طبيعة الحال ثورة الأمير عبد القادر
ديس 10 قرون و 54 عام، يعني مدة طويلة جدا. دبت غدا وحدي باش بابس دي السن بالتغاديني، حقيقة 10 قرون واش 50 عام إلا نجار الدولة الرسطومية والاحتلال الفرنسي. طبعا لكن أنا سرد كلهم الدويلات إلى كل حال حكمت يعني في الجزائر، والحكيمت قاع في الجزائر كاملة وإنما في مناطق بينات يعني إلى آخره. ما بين الدولة الرسطومية واستقلال الجزائر، سي الدولة الرسطومية استقلال الجزائر 11 قرن و86 عام، سي العهد الرسطومي استقلال الجزائر 11 قرن و86 عام. وني باش كان السن تقريبا أتعذر نغينيدي يعني من ميت الدولة الرسطومية تحكم الجزائر كدولة مستقلة ذات سيادة في أرض الجزائر كلها، وسنتحدث بتد الحدود من الدولة الرسطومية فيما بعد، ونقارن ما بين الدولة الرسطومية ونشأة واد مزاب بالنسبة للمزابيين ومن هم المزابيون سيأتينا إن شاء الله، وما بين قراض الدولة الرسطومية دي التوانسة واد مزاب. توني مهمة مليح، يعني سيت خدا الدولة الرسطومية يتونشد واد مزاب من استد ما بين انقراض الدولة الرسطومية إلى نشأة وادي مزاب سنة 1012 بتا نأرخ دا وحدي 1012، هنالك من المؤرخين إلا يعني إن ربما دي عاد مجال وسيأتينا الكلام عن هذا، أن في قرن وعامين من منذ نشأة واد مزاب بتا نتجد تاريخ 1012 السوء أن في 10 قرون ماشي لا الميلينار سوالا غفص مارو إلى آخره. ولكن بعض الكتاب والمؤرخين إلى العصريين كونتمبوران قارن باللي العمر من واد مزاب 13 قرن، لوجي 10 قرن 13 قرن يعني 1300 عام، باعتبار أنه أنشئ سنة 712 لوجي سنة 1012 عند 712. السؤال المطروح الآن هو موضوعنا ربما عندوني لك أن نوجد سواء أرضيته بعدين السن البربر الأمازيغ منين شنين بالنسبة للبربر بالنسبة للأمازيغ ذات عملنا شجرة النسب إلى النغ إلى آخره والنرق الصوموني نشنين البربر نشنين دي مزيغ. من هم المزابيون؟ أطمزاب دي الملايين. وما هو أصل المزابيين؟ هذا هو السؤال المطروح السوق باش كان السن نشنين دي الملايين. الجواب يقول بعض المؤرخين إلا المزابيون كلهم مسلم عليه إلا من قبيلة زناتة البربرية الأمازيغية، عند زناتة نذكر نطور عند القبائل البطر إلا جدنسن مدغيس لوجي برانس نشين لوجي بربر برانس نشين البربر بطر نشين زناتي. والمعلوم أن قبيلة زناتة تتفرع إلى 5 فروع عاون تقبيل تونزناتا واحد سبرك تخزر من تورو يعني شجرة النسب، ومن بعد الدس نيمارو تقبيل انتزع لك تأشير انتزع لك، ومن بعد كل تأشير تفرع عن سيس كذلك تأشير انت بالظالين عاون زناتا إلا انت الأصل النغنشنين ديس انت عشرين سلت من تأشيرين لانديس ديس بني واسين أتواسين لأن غليمارو أتواسين موجودين هنا ورشن أتواسين، ومن بطون أتوسين الدسن أتمرين بني راشد بني بدين، ومن بني بدين هؤلاء يتسلل المزابيون فيكون نسب المزابيين كالتالي مصعب، وبناء على أن البربري لا ينطق بحروف الحلق الحروف اللي تفنص الحلق الساء في علم التجويد معروف الع والها تفصل الحلق سغنيني الباء يتعدى جرمبور التاء يتعدى إلس البالي أجناء تاء الجيم ديس أجرم تغماس جيم، أما الها تلي تسودي الع تلي تسودي. ولذلك كلمة مصعب بالنسبة للبربر والنطقنس العاء أدنين مصاب
والقرن مصعب هذين مصعب العاء تسقط خطر نطق السيس نسينا نطق السيس أو نشاق المثال سيدنا بلال رضي الله عنه سيلا يجيت الرسول صلى الله عليه وسلم مديدا انت حبشيس لتيوبي يبرشانن قاعوا القرن الشاء قرن الساء سغادي الدنيا دي أشهد أن لا إله إلا الله ولقر أشهد أن لا إله إلا الله الخطر يدمني يعني الإنسس يدمني طبيعة القوم جرنا مني كذلك ينينو ولدت قنص حروف الحلق إذا العاء أدي سقط أدي عاد مصاب ومن بعد مصاب الصاد تيساس دي الزاي ونطاق أدي عاد مضاب مضاب أدي دول الزاي أدي عاد مصاب المصاب لوجي ميزاب تلخلطت الكلمة تون الميزاب ليني الميزاب لاش تيس قاعد وادي ميزاب لاشيس واد مزاب واد ميزاب بتنغسمون آت مزاب نقار نشين نقار آت مزاب ونقار آت ميزاب لاش شموني نقار واد مزاب ونقار واد ميزاب لاش شموني أتو مانسا غادارين بكري التارين غفنا غادارين لبيني مزاب والتيرين لبيني ميزاب لاش شموني بيني مزاب مزاب أم أبوستروف زد أبي مزاب ميزاب نشنين بنو مصعب ولذلك الناف كذلك الكتاب قديما الشيخ طفيش رحمه الله سغديري أدري محمد بن يوسف كذا وكذا وكذا المصعبي تري المصعبي يعني نسبة إلى مصعب بن بهاء الدين مصعب ببس منين بهاء الدين أتبد الدين الدين ولك يذكر يمارو وبناء على أن البربر لا ينطقون بحروف الحلق العاولها الهاء تسقط في العدد بهاء الدين أدي عاد باد الدين إذن أدي عاد مارو مزاد بنو باد الدين السلال تمارو بشكاد نوض الفرع زنتا سنتزل وحدي وهو ما اتفق عليه المؤرخون المزابيون وحققوه تحقيقا يعني باين غضا سي لا فيريتي لا بيور فيريتي ألور هرنا مزاد بنو باد الدين بنو محمد بنو زحيك أمولي بنو زحيك اسم بربري بنو وسيم بنو يسلاطين بنو مصرة بنو زاكية بنو ورسيك بنو أديرت بنو جناء جدو زناتا هنالك من يقول شناء وهنالك من يقول جناء وزناتا قبيلة بربرية مزيغية من شعوب البربر البطر كما أسلفنا وكما قلنا إلا أن ينتسبون إلى مدغيس الملقب بالأبطر وهؤلاء أند المزابيون وهذا هو أصلهم على التحقيق وهو ما أجمع عليه غالب المؤرخين سواء البيزنسيان نالي كونتنبورا القدامى أو المحدثين واللغة المزابية إلا أن سواء السيس أتمزار تمزار اللغة المزابية هي لغة أمازيغية قريبة جدا من اللغة بكريتون قرن اللهجة تالوجي لهجة لغة تقرأ وتكتب تقرأ وتكتب الكتابة متفينة مشهورة معروفة يعني البربر وناس متحضرين يعني اخترعوا الكتابة واخترعوا يعني القراءة وكذا لوجي ديك المدن إلا جاهلين جين العالم نسن جين نظام نسن جين الكتاب نسن جين اللغة نسن إلى آخره وتفرعت لغات بطبيعة الحال ماشي إلا دي فرنسا سعادة تفهم دي باتوا أتزوم للبريطان لبريطان سوال سيكت لهجت أتزوم للزاس سوال دي كت لهجت أتوطن كذلك اللافوندي نفس الشيء أتوطن كذلك الروسيون كذا إلى آخره أتوطن قاع الجنوب أتزوم قاع ليبيريني تفهم سوال كذلك اللهجت نسن كلمة سنماموري كذلك بالنسبة للبربر في كل بلاد المغرب التفهمت سوال اللهجات ثم بعد ذلك تقريب كلها تنبع من لغة واحدة تفنا كلها معروفة التفد يكتب بها الشاوية ويكتب بها زواوة ويكتب بها الشي المزابيين تبدأ ديمار بكريتو الضع ضع قاعد زوا خطر الأوائل الجدود المشيخ يعني انتهجوا اللغة العربية وأصبحت اللغة العربية دي كشان سوال السيس لأنها لغة القرآن ولغة الدين لكي نفتخر به على من دوننا تونسي وطفي نورمال حتى وأن وساني عجبيق الكاتب يعني يروا في القضية الوغلان إن أرى أنه لشيق حد يساول بلغة الضاد يعني اللغة العربية القدنة تمسار لأنهم أحبوا هذه اللغة لأنها لغة الدين ولغة القرآن وحقيقة
أتمزاب ميلا سوال اللغة العربية سوال كأنه العرب الأقحى وبالوجار وموني لو كان النزوة لعربني منسل إلا في جزيرة العرب ولو كان العمانيين يجتمعون معنا في مذهب واحد ولكنهم عرب عرب اثنين عرب أقحاح عرب السعودية عرب عاربة يعني تعربوا أما العرب الأقحاح فهم في اليمن موجودين في اليمن وموجودين بعد اليمن توجد عمان لأن العمانيين دي عرب حقيقة يعني العنصر دي عرب ولكن صادز واحد سجنة من المثقفين من الأدباء ويتكلموا اللغة العربية يتكلمها السواليت يفيت حقيقة نعتنا يقل يعتنا إلا ندز عليك باللغة العربية وعليه لا لا تفينا ديك الشرع إلى المعروف منذ القديم اللغة يعني البربر تقرأ وتكتب تمزبط النغ تمزبط بربرية أمازيغية تقرب البعض متقبلين أن الشوية مثلا الشوية من اللي نسوى انتشويت قرب نغرنغ يغلب يغلب شي عشر اختندرق بختن زويغا سند إلى آخره هي عاشر معنا محمد يرد زويغا الشوية سوى انتشويت أن تمزبط تماما كذلك القوارير قرارة سوالين كذلك تزنتيت أن شنين تقراري تتيت تمزب تماما يعني. كذلك الشلوح المغرب إلى نشي ذهبت إليهم وريو الزغاد واجتمعت إليهم يعني رجال ونساء يتكلمون سوالين اللغة البربرية تتشي سوالين تمزب تمزب تماما بعض الكلمات أموني يعني الحروف ساعات الحروف وجملات الكلمات هذه مهمة ثم بعد ذلك تنفسيت ماشي لا يساند الثاني أليبي أنفسي السوال يعني لهجة النغم السوال قاع كيف كيف اللغة النغم الزناتية إلى آخره أن تنيد اللغة إلا نجتمع فيها مع غيرنا لوجي ديك اللغة إلا ننغ واحد النغ خاطئ تزناتي قاع طرون الزناتة السوال تزناتي وللحديث بقية إن شاء الله في هذا الموضوع وسنتعرض إن شاء الله في الدرس الآتي عن نشأة واد مزاب ثم بعد ذلك تقبلين لو سنت تدخل واد مزاب إلى آخره هذا سيأتينا وفي القدر كفاية نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد ويهدينا إلى ما يحب ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.